يا سخي. ايه يا منصور؟ انا عايز اشوفك امتى؟ دلوقتي قابلين عند القطر القديم. ماشي ماشي. ازيك يا منصور؟ لعلمك انا ما كنتش حاجه، ده انا حتى خرجت من ورا ابوي. وانا كنت متاكد انك جاي. يسلم، مش قوي كده. مش بيقولوا قلبك بيحب دليله؟ وانا قلبي دليلي. كويس انك ما تاخرتيش. لا بس انا عاوزاك تقول الكلمتين اللي انت عاوز تقولهم عشان مش عاوز اعوق. يا بنت تعوقي، انت لحقتي تيجي عشان تعوقي؟ تلاقيش هناخد وندي مع بعض كده كلمتين مش هاخرك. خير يا منصور؟ عاوز ايه؟ وحشتيني يا سخية. ان شاء الله ما تشوف وحش. في ايه يا بنت؟ مالك في ايه؟ بقول لك وحشتيني. جرى ايه يا منصور؟ عاوز ايه؟ عاوز اللي عايزه منك المعلم فهمي يا رحام. جرايه معوج، ما تتكلم عادل، انا سايبها لك مخدره. علي هنا. هنا ايه؟ ما تلاقيش، هدفع لك اللي كان بيدفعه واكتر. انت جننت؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت يا بنت ايوه خلاص جايه. بس بقى ايه ده؟ في ايه يا راجل انت؟ تعالى هنا. المعلم فهيم، ده في ايه؟ في ايه يا محلول؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب الراجل ده هنا؟ زقني ودخل يا ست الكل. اطلع بره يا راجل انت. مش هطلع بره قبل ما اعرف الحقيقه. اللي حصل لبنتي ده والكلام اللي اتقال عليها صحيح يا معلم؟ اه صحيح. لا انا بنت اشرف من الشرف. بأمرت ايه؟ استهدي بالله بقى يا نفيسه. انت عايز ايه دلوقتي يا مهلول؟ عايز اعرف اللي اتقال على بنتي دوت صح ولا شغل حريم يا معلم؟ شغل حريم ايه يا راجل انت؟ انت اتجننت في نافوخك؟ يلا امشي اطلع بره، ما تورينيش وشك تاني. اللي اتقال على بنتي صح يا معلم ولا ايه؟ خد بنتك وامشي من الحاره يا راضي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. شوف الراجل